لكم جميعا وإلى اللقاء. لقد نسيت قلمي، سأعود حالا. ها ماذا؟ ولكن من أنت؟ إني متحمسة جدا. يبدو أن درس اليوغا هو قمة للتدرب والتقاء الشباب. يجب أن تكون على المستوى المطلوب. ممارسة اليوغا سهلة، لا تشعرين بالتعب حتى. صباح الخير، أنا شيرلي، سوف أجعلكن تذهلن. ولكنني لا أظن ذلك مطلقاً. فلتأخذنا أماكنكن. النمر الوثام. الدب الجالس. أخيراً رقصة التيس. كان ينبغي أن نبدأ بمستوى المبتدئين. شيرلي هي حقاً مغفلة. هي، لم أكن أعلم أن هذا النهار مفتوح لعديمي الكفاءة. مرحباً ماندي، ماذا تفعلين هنا؟ جئت أخذ حماماً معطراً بخلاصة الأعشاب. صدقيني سام، إنه منهج. ولكن ما هذا الذي على كتفك؟ هذا إنه وشم، وهو مطابق لذوق العصر. بالمناسبة إني أنظم حفلة تدشين ستقام يوم السبت القادم حول مسبحي الخاص. أنت وسام مدعوتان لكلوفر. حقا؟ بالتأكيد، فكم هو مثير أن تكون لديكما شجاعة للتنزه بنفس الأزياء التي كانت رائجة منذ 10 سنوات. ولكن ماذا عني أنا؟ أنت لست ملفتة بما فيه الكفاية، لذا لست مدعوة. أنا لست ملفتة. إلى اللقاء يا فتيات، أراكما يوم السبت. إلى اللقاء. ما يلزمنا الآن هو حمام سونا. وماذا تعرف تلك الحمقاء؟ أرأيتما الثياب المقرفة التي كانت ترتديها؟ لقد عدنا إلى زمن السبعينيات. أنا لست ملفتة كفاية؟ وماذا هناك أيضاً؟ أنا واثقة أنه لو كان لي وشم لتوسلتني للذهاب إلى حفلتها، ولكن سوف أريها. إذاً ماذا تقولان؟ أليست فكرة جيدة أن أحصل على وشم؟ ما رأيكما؟ فكري جيداً، فالوشم سيكون دائماً. حسناً، أليس حمام السونا هذا حاراً جداً؟ أرجو ألا أكون قد قاطعتكن عن حديثكن يا أنساتي، ولكني أردت حقاً إنقاذكن من الضباب. هذا ليس مضحكاً أبداً، ألا يمكنك الانتظار حتى ننتهي؟ ما أخشاه هو أن يكون الظرف دقيقاً. إن المحادثات ستبدأ بعد حفلة موسيقية ضخمة في روسيا، ولسوء الحظ أحد مغنيي الفرقة الشهيرة قد اختفى، ويبدو أن ابنة الرئيس الروسي معجبة بهذه الفرقة، لذا إذا لم يظهر المغني فإن المؤتمر مهدد بالإلغاء. فإذا نجحتن بهذه المهمة سنساعد على نجاح المؤتمر. أي فرقة تقصد؟ إنها الفرقة الغنائية العالمية التين سكل. فرقة التين سكل؟ غير معقول، إني أعشقهم. إنه فريقنا المفضل. أي واحد اختفى؟ أعتقد أنه المغني الذي يدعى مايكي. مايكي، إنه الأظرف والألطف بينهم. هل للموضوع أهمية؟ لما تهتزني هكذا؟ منذ متى وأنت غير معجبة بهم؟ منذ زمن بعيد، أنا أفضل فرقة الشبان القديمة. الفرق القديمة كانت فعلاً جديرة بالاهتمام، ومنها مثلاً فرقة البوي كاندي. أنا دائماً أحتفظ بصور لهم. هذا هو، انظرا، تيبون المغني. إنه فعلاً مذهل. واو، إن لباسه قديم. متى سنلتقي بتلك الفرقة؟ يجب أن أقول لهم كم يعجبونني. كلوفر، حاولي أن تفكري بالمهمة. نعم، ربما مجموعة أخرى من الووب عليها أن... مستحيل، سوف نهدأ الآن. هذا وعد منا. جيد جدا، ستقمن بالتحقيق بصفتكن رئيسات نادي المعجبين بالتين سكل، لذلك ستكن على اتصال بالعضوين الآخرين للفرقة، ومطلوب منكن حمايتهما في حال حاول الخاطف التحرك من جديد. والآن يا أنسات سوف أعطيكن أغراضكن: ساعات إلكترونية، أصابع حمرة ليزرية، أحزمة ذات حبال قابلة للمد، وابتكارنا الأخير خوذة مجسمة فريدة من نوعها، عالية الجودة وتتحول عند الحاجة إلى مخفف للصدمات.
صديقتي، هذه المهمة ستكون صاخبة. إذن أنتن رئيسات نادي المعجبين بنا. لقد عرفنا بشأن عملية اختطاف مايكي، واعتقدنا أنه بوسعنا معاونتكما لاسترجاعه. في البداية من يحتاج إلى صديقة؟ سام، لا تنسي المهمة، ركزي قليلاً. اختفاء مايكي أثر بنا كثيراً، فمنذ حوالي السنة كنا ثلاثة أيتام نجول في الشوارع للتسول. أتقول لم يكن لديكم أهل؟ لا، في الواقع إنها فكرة قسم الإعلانات لإعطائنا صورة الثوار. أهلنا رائعون، وتجربة فرقة الشبان وسيلة للتحول إلى مهنة التمثيل. لا تقلقا، كل شيء سيكون على ما يرام، لا تخافا من أي شيء. نحن هنا لحمايتكما. تبدو وكأنها حمولة أفيال. أجل، أفيال في سلة مهملات. تريدين مساعدة؟ مايكي؟ أنت بخير؟ بخير؟ مؤكد، ولما لا أكون بخير؟ لست أدري، لأنك اختطفت ربما، صحيح؟ ماذا؟ هذا هذيان، قضيت بضعة أيام في الصحراء أتفرج على زهور الصبار تنمو. هاي، لقد عدت يا صديقي. ظننا أنك أصبت بمكروه. أنا بخير، هيا بنا نوقع للمعجبين. ولكن ماذا سنفعل الآن؟ هل انتهت المهمة هكذا؟ هذا مستحيل، يلزمني على الأقل ساعة لأوقع أحدهم في غرامي. مهلاً لحظة، منذ متى ومايكي مزدوج الذقن؟ قرأت في مجلة أن تينساكل يرتدون سراويل من المقاس نفسه. هناك شيء لا يعجبني، ولكن يبدو أن مهمتنا انتهت حالياً، لنعود إلى البيت. انسي الأمر كلياً سام، لن ندخل أبداً عالم المشاهير. أنا واثقة تماماً أننا لم ننتبه إلى تفصيل ما. أوليست هذه ماندي؟ أنا أعتمد عليك لإحياء حفلة عيد مولدي يوم السبت المقبل، قد أسمح لك أيضاً بإزالة ضمادتي. موافق. داني، إذن يجد الوشم رائعاً. إذن لقد حسمت أمري، سأحصل على وشم، الأمر الذي سوف يدهش الجميع، وقد يكون على شكل حذاء رياضي أو على شكل زهرة. هل قلتي زهرة؟ أعتقد أني وجدتها. قال مايكي إنه كان ينظر إلى زهور الصبار تنمو في الصحراء، ولكن الصبار لا يزهر إلا بعد ثلاثة أشهر. لماذا إذن يكذب علينا صديقي المستقبلي؟ ستقيم تينساكل حفلة موسيقية في لندن قبل أن تسافر إلى روسيا، ربما علينا حضورها. ما اسم هذه الأغنية؟ تدعى أحب القشدة، إنه عنوان ألبومهم. شكرا لكم جميعا يا أصدقاء. ما العمل الآن؟ حان وقت العمل. النجدة، ارحمني، أنا ضعيف، آثار اللطمات تظهر بسهولة على جسمي عندما تساوم عمدي. إنها تقع بغزارة، لن نستطيع أن نجد منها أبدا. لنضع الآن الحوض. لقد نجونا منه بأعجوبة. لنقبض على هذا الشرير. واحد، اثنان، ثلاثة. النجدة، النجدة. لقد تأخرنا كثيرا. إلى الستارة.
أين هو الرجل الذي حاول اختطافك؟ قلت رجل، ولكن لا أحد سواي في هذا المصعد. لقد شاهدنا أحداً يحملك وكنت تصرخ ارحمني أنا ضعيف. لابد من أن كنا تمزحنا يا فتيات، أنا بخير، والآن اعذرنني فأنا مسافر إلى روسيا. ولكن هل أنا أحلم أم ماذا يا صديقتي؟ انظرا إلى هذا. سام، لا تلمسي شيئاً. سأخذ عينة لتحليلها. الكولاجين، أليست المادة التي تستخدم لتكبير الشفاه؟ المرأة التي تركت هذه الكمية لابد من أن تكون شفاهها ضخمة. ربما لا، انظرا إلى هذا، إنها شريطة، ثمة شيء مكتوب عليها، لقد كتب ستوديو ستارلايت. هاي، إنها صور لفرقة بوي كاندي. تعلمان، فكرة جيدة لوشم مميز. أعضاء الفرقة الثلاثة محفورون في قلبي دائما. سوف نتكلم عن هذا فيما بعد. اقترب موعد حفلة السلام الموسيقية. ترى من يكونان؟ انظرا جيدا إلى ثيابهما، إنها الملابس التي كان يرتديها مايكي ودي جي في الحفلة الموسيقية. إنهما ليسا مايكي ودي جي. مرحبا بكن، أنا أدعى مايكي. وأنا اسمي دي جي. وكأننا سنصدق هذا. أنتما على الأقل في الثلاثين من عمركما. أحدهم سرق لنا وجهينا. مو لنرى ذلك. كيف نثبت لهن أننا صادقان؟ ما طعامكما المفضل؟ شطيرة بالجبنة، محشوة بالسجق الساخن. ما صفات فتاتكما؟ ذكية، متواضعة، وبالأحرى مسلية. تحب الحيوانات، ولكن تفضل الكلاب، لأننا ننفر من القطط. يقولان الحقيقة. سؤال واحد بعد، هل حساسيتكما للقطط حقا خطيرة؟ لأنه لدي واحدة صغيرة ولطيفة. هاي كلوفر، ولكن ماذا حصل لكما؟ أحدهم خطفنا ومن ثم قام بضربنا، وأذكر أيضا وجود آلة مخيفة جدا. لدينا رفقة هنا. هذان الرجلان يضعان وجهي مايكي ودي جي. اختطفا أودوغ. يبدو وجه هذا الشاب مألوفا جدا. لا، غير معقول، إنه تيبون من فرقة البوي كاندي، يجب أن أطلب منه تكون. اصمتي، إن كانت فرقة البوي كاندي هنا يحتمل أن تكون وراء اختطاف التين ساكل. لا، هذا أمر مستحيل، ربما الشبان وجدوا هذين الوجهين في الشارع. هاي ربما لا، فلننهي الأمر. هل تعرفنا كم تدوم حياة فرقة شبابية؟ شهر واحد إن حلفها الحظ، وبعدها ترمك الأوساخ تماما. رائع، واستنادا على ذلك أعددتم خطة صغيرة. إنها فكرة عبقرية جدا. والآن دعوني أقدم لكن المقولب الخارق. أنا أكره الإبر جدا. تكرهين الإبر؟ وبأي طريقة ستحصلين على الوشم إذن؟ ألا يلصق بالمكواد؟ هذا يكفي. بفضل هذه الآلة سوف تشتهر فرقة البوي كاندي من جديد، وسأريكن ذلك الآن. لا لا لا، أرجوك، مديري أنفق ثروة بغية أن يصنع لي هذا الوجه. لن تخدع أحدا هكذا، نظرة إلى بطنك وسيعرف المعجبون أنك محتال. هكذا إذن، هذا ما يسمى بحزام الفتق. سوف تعود فرقة البوي كاندي إلى الجمهور، ولن يستطيع أحد أن يقف بوجهنا. تيبون، أنا أيضا أريد أن أعود شابة. يجب عليك استخدام غسول مرطب، وبينما تفعلين ودون أي إحراج لا تترددي في حلاقة شاربك. أعتقد أنه لدي فكرة أفضل.
أتمنى أن نلتقي مجددا. أنا لا أصدق ما فعله بي تيبان. انظرا إلي، تبدو بشرتك قطعة لحم مهترئة ويابسة. لا تقلقي، ستعود إلى حالتها بعد أن تعالجيها. لدي خطة، اجلبا أصابع الحمرة الليزرية يفترض بها أن تكون فعالة لقطع الأحزمة. علينا أن نقفز الآن. أليكس، احملي معك المقولب الخارق. لا تنسينا أن مصير مؤتمر السلم العالمي يعتمد على الحفلة التي ستحييها فرقة التنساكل هذا المساء. لدينا مشكلة صغيرة في هذا الموضوع. فرقة التنساكل التي سافرت إلى موسكو زائفة، يجب أن نقبض عليهم بسرعة. ليس هناك سوى حل واحد، أن تنظرنا إلى فوق. شكراً لك جيري. مذهلة، أريدها لي وحدي. اشتري لي هذه الفرقة أبي. سوف نرى ذلك بعد الحفلة الموسيقية. ولكن ما الذي يحصل لهم؟ أجل، إنهم يرقصون بغرابة. ركزا جيدا أيها الغبيان. ما هذا؟ هذه ليست فرقة التنسك الحقيقية. أبي، إنهم يسخرون منا. ولكن لماذا إن كانوا يعتقدون أن بوسعهم أن يسخروا من روسيا دون أن ينالوا عقاباً فهم مخطئون. سأضع حداً لهذه الحفلة ولمؤتمر السلام. ماذا نفعل؟ هؤلاء المخادعون يفتقرون إلى اللياقة البدنية، يحتاجون إلى بعض التمرينات. سوف نلقنهم درساً صغيراً من دروس الباور يوغا. هذا نسميه الدب الجالس. هذا ما نسميه برقصة التيس. أما هذا فهو تمرين نمر الوثاق. في الواقع ما عدتم الفريق المفضل بالنسبة إلي مطلقاً. سام، كلوفر، تيبون يحاول الفرار مع وجهي. أسرع لإنقاذ أليكس، أنا سأتولى أمرهما. لم أستطع منع نفسي من استغلال هذه الفرصة. أعتقد أنك نسيت أن تعيد شيئاً لصديقتي. كنا فقط نسعى لاستعادة شهرتنا، أردنا لفت الأنظار، فما عاد أحد يهتم بفرقة الشبان القديمة. لفت الأنظار ذكرني بالوشم. جيد يا آنسات، أحسنتن العمل، فلقد علمت أن الرئيس الروسي يستعد لافتتاح مؤتمر السلام للتو. قل لي جيري، الآن وقد أنقذنا العالم من جديد، أيمكننا قضاء بعض الوقت مع شبان التنسكا؟ لا، ولكن سأجلب لكن صورة تحمل توقيعهم. ها؟ داني، انظر. أوه، إنها فظيعة. أنا أشعر وكأني في حديقة حيوانات. لا تقلقي، نحن معك. بالمناسبة، أما زلت تفكرين بالحصول على وشم؟ لا، أفضل أن يقبلني الجميع كما أنا. ما عدت أهتم لآراء الآخرين. معذرة، ولكن ماذا تفعلين هنا؟ تعلمين أنها حفلة خاصة ولست مدعوة. أليكس، اتركيني. لا أصدق هذا، انظرا إلى وشمها. كان وشمها زائفاً، يا لها من مخادعة. صحيح، هيا بنا نذهب من هنا. هيا بنا نذهب. انتظروا، لا تذهبوا، إني مندهشة تماماً مثلكم. إن طريقة الاستعمال تقول إن الحبر لا يمحى. مرحباً أليكس، هل رأيت خدعة ماندي؟
أجل، أمر لا يصدق، هذا مؤسف فعلا، فأنا أعرف كم تميل أنت إلى الوشم. أنا ليس كثيرا، لا سيما إن كان لمجرد لفت نظر الآخرين. أكثر ما أحب فيك هو بساطتك. هل تشربين معي القهوة مع حليب الصويا؟ كوني في مرحلة نباتية. رائع، ستكون فكرة مذهلة حتما داني. أشكرك كلوفر. سام، أنتما مدعوتان أيضا. ففي النهاية كلكن رفيقاتي. أجل، رفيقات طبعا، ولم لا في الوقت الحاضر.